ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. صدق الله العظيم. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إنها العلامة يا قوم، نعمة تفر إلى الفلوات. إنها العلامة. ثم ماذا أيضا يا راصد؟ اشرب هذه أولا وقل. مولاي. ثم إنه يا مولاي ثم إنه من حسن الحظ أن حدث في الكون هذا الاضطراب. لقد راحنا من نوح والأرذلين معه. ما أعجب حالهم بعد كل رعد أو صاعقة، يمعنون في فرارهم عنا صارخين العلامة. العلامة. مولاي، كارثة يا مولاي، كارثة. ما لك ترتعد؟ أي هول حدث؟ افتحوا النوافذ يا مولاي، افتحوا النوافذ، إنني لا أرتعد إلا من هول هائل. أتسمعون؟ إنه يخاف الصواعق والرعود يا كبير الكهنة. مولاي، عد ساحراً وتمتم، ارقه من شر المخاوف. يا رياح الغرب، قومي. ولكنني لا أخاف الرعود والصواعق يا سواع، ليست هذه هي الكارثة. ما وراءك إذن؟ عبيدنا يا مولاي، عبيدنا بدأوا يخشون من العلامات المتواليات. تعال يا مولاي معي، انظر يا مولاي، انظر من فوق الحصن للناس. يا إنهم كالنمال يروحون ويجيئون، ماذا يفعلون؟ مضطربون يا مولاي، يريدون أن يفروا منك. يفرون مني؟ إلى أين؟ يقولون إلى الله، يفرون منك إلى الله. كارثة! 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 انتظروا أيها الحمقى، يفرون من رحاب الجبار؟ إن الرعود والصواعق من آيات الكون. بل من آيات الله، هكذا يقول نوح. ما لنا ونوح؟ إنه مجنون يلهم، ولكنني راصد أعلمكم بالفلك ومواقع النجوم. ألا يوجد شيء وراء علمك؟ لا شيء، فعودوا إلى أماكنكم وسأعود إلى المرصد. إنها آية أخرى. أيها الحمقى، انظروا إلي، ها أنا ذا أشير بيدي إلى السماء وأتحدى، لن أؤمن بآية لا تأتيني كنوح. والآن عودوا وأنا أيضا سأعود. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى
نؤتى مثلما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. صدق الله العظيم. وتمر أعوام وأعوام، وابتدعت فتنة أمرا جديدا. يا لنا من حمقى أيها الإخوة، كنا منذ أعوام نخاف الصواعق والرعود، واليوم نشرب من يد فتنة عصير القوة ونهتف هل من مزيد. مرحى مرحى، اشرب هذه من يدي أيها البطل وقل لي. اسألي أجب يا مولاتي فتنة. لماذا تشعرون الآن بالطمأنينة والأمن؟ لما لا تخشون الرعود والصواعق؟ ولما نخشاها يا مولاتي؟ إننا وراء جدران الحصون وفوق رؤوسنا سقف من الصخر والحجر. مرحى مرحى، فلما ترفضون أن تشيدوا لنا الحصن الجديد؟ إننا نريده عاليا عاتيا كالجبل، نريده سكنا جديرا بخلود يغوث. لا 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 يا مولاتي، سيكون في ذلك نذير كبير. لو تطاول الطاغوت إلى السماء تحدث الكارثة. أف لكم، ألا زلتم تؤمنون بخرافات إدريس وجنون نوح؟ لقد كنتم تخافون صوت نوح، وها هو نوح قد فر بعيدا. وهذا ما نخشاه يا مولاتي، لولا أنه على بينة لما غادر إلى الفلوات. هكذا، إذن يعود نوح وقومه. أتسمع يا جيج؟ أعد نوحا ومن معه بقوة، وأنتم تبدأون غدا في بناء الجبل. ومرت أعوام وأعوام، وشيد الناس للطاغوت حصنا كالجبل، وعلى القمة صرخ كبير الكهنة وفي صوته الشيطان: أيتها النمال الزاحفة فوق سطح الأرض، أتنظرون الآن أين هو تمثال يغوث؟ اسمعوا ليغوث. يا عبيد يغوث، اهربوا إلى حصن يغوث، ادخلوا ادخلوا، فغدا نوصد أبواب الحصون. كنعان كنعان، إنني أرتعد، الأرض كأنها تميد. أماه، لم يعد هناك مفر من اختيار مصير، فأعلني مع من أنت. أعلن أنت يا كنعان، إنني حائرة. كأنك تؤمنين بحق أبي نوح. أنا لا أؤمن، ولكنني أخاف. آه يا بني، لو عرفت ما أنا فيه من قلق. هكذا، إذن فالوداع يا أماه، لقد وجدت طريقي، سأمضي إلى فتنة. ولدي ولدي، انتظر انتظر، سأمضي معك. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. ومرت أعوام وأعوام، وحرم الجبار المؤمنين بنوح حق العمل في القرية،
أجلاهم رهط قابيل بعيدا بعيدا على حدود غابة لا تنبت غير أشجار الخشب. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صدق الله العظيم. يا لها من تسلية. أيها النبي النجار، ماذا تصنع؟ ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. صدق الله العظيم. كان منذ أعوام نجارا يقتطع ألواح سفينة، واليوم هو حداد يصنع الدسر. ترى إلى أين يعبر نوح بسفينته؟ أيتها الجاحدة، سوف نعبر إلى المستقبل. ألم أقل لك يا مولاي إنهم مجانين؟ ولماذا لا يعبرون إلى هذا المستقبل على أقدامهم؟ لو سألوني لأعطيتهم جيادا وجمالا يعبرون عليها. كيف يا مولاتي؟ ألسنا الآن واقفين على بحر متلاطم؟ أتريد جمالا يا نوح؟ تكلم، ماذا تقول؟ قال نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فتنة يكفينا اليوم، آذنت الشمس بمغيب، اهرعوا إلى الحصون. وداعا يا زوجي نوح، سوف أمضي عنك، ولكنني سأنتظر وراء الحصون في نعيم وطرف. أتسمع يا نوح؟ إنني أنتظر. ونحن أيضا ننتظر. إلى متى؟ إلى متى يا نعمة؟ وما هي العلامة؟ انظر يا جرهم إلي، ها أنا أصنع طعام الحياة، أنضج لكم الخبز، ها هي نار الإنسان موقدة في التنور. فإذا النذير، النذير!